السلام عليكم، صباح الخير. هذا الفيديو أنا قاعد أسجله وأنا أمشي على خطوات الصباح، وحقيقة يعني الموضوع اللي حاب أتكلم فيه هو ضمن الإضاءات اللي أنا دائما أحاول إني أذكرها لطلاب الهندسة، وخصوصا يعني الناس المتابعيني في قنواتي على التواصل الاجتماعي بما فيها قناتي في اليوتيوب أو إنستغرام أو تيك توك. الإضاءة اللي حابة أذكر فيها اليوم هو الجدية. وجدت إنه كثير من العينات من الطلاب اللي سواء أنا أدرسهم أو كنت منهم أنا وزاملتهم في يوم من الأيام، قد أكون أنا في وقت سابق أحد هذه العينات بس يمكن ما تم يعني ملاحظتي، أو حتى من زملائي يوم كنا ندرس. اللي أقصده هنا أو اللي حاب أتكلم عنه هو الجدية، أخذ الدراسة بجدية. ليس معناته أنه أنا أكون لازم يعني أفرغ حياتي كلها للدراسة، لا، هذا الشيء طبعا إحنا منتهين منه في حياتنا، في أولويات أنت ترتبها زي ما أنت تشوفها. لكن أنا حديثي للطالب اللي ينوي أنه يفهم ويجتاز تخصصه بالحد الأدنى من الفهم والاستيعاب لمعلومات اللي يجدها في سواء في الكلية أو يقرأها في الكتب أو يشاهدها في المحتويات عبر الإنترنت، هو الالتزام بمنهج وبخطة تعمل لنفسك، تلزم فيها نفسك إنك تتعلم كل يوم في تخصصك على الأقل مدة معينة من الدقائق. فلو فرضنا مثلا أنت طالب هندسة كهربائية، فأنا نصيحتي على الأقل خصص ربع أو نص ساعة يوميا في قراءة أو مشاهدة أو يعني تصفح محتوى له علاقة بتخصصك، ويفضل أنه يكون له علاقة بشيء تدرسه حاليا، يعني مقرر أو موضوع تدرسه الآن تستطيع أنك تفرغ لجزء منها، تخصص له هذا الجزء اليومي. لا يشترط أنك تدخل في تفاصيل الشيء هذا اللي قاعد تتفرج عليه أو تقرأه من ناحية الفيزيائية والرياضية، على الأقل اقرأه كموضوع تثقيفي لكن في تخصصك. تمام، احنا كده خلصنا تقريبا 45 دقيقة بس هزود اليوم. طيب، الفكرة انه وجدت انه بعض الطلاب يجدوا ان الدراسة عبء ويجب التخلص منه في ابكر وقت في مدة بسرعة، وانه مجرد دخولي للكلية والقاعة وخروجي منها انتهى، خلاص علاقتي بالمقرر متى ارجع له اذا في واجب او في اختبار. هذا الشيء لا يمكن يوصلك إلى الحد الأدنى من المعلومات اللي أنت ترغب فيها، ممكن ينجحك نعم، لكن إحنا حقيقة ما ندرس عشان ننجح. إحنا لو ندرس عشان ننجح كنا أخذنا الكورسات أونلاين وحضرنا اختبارات وانتهى الموضوع، لكن إحنا حقيقة نحضر عشان نتخصص في مجال معين، وبالتالي نريد أن نكون الأفضل أو أفضل نسخة من أنفسنا في هذا التخصص عن السابق. يعني لو قلنا قبل سنتين كيف كان مستواك، المفروض بعد سنتين من دراستك وتعمقك في التخصص تكون أنت مختلف. أيضا الدراسة الأكاديمية مملة، فستجد نفسك مع الوقت ما تستطيع أنك تستوعب لمجرد الحضور مع الأستاذ في القاعة، لذلك يجب أنك تخصص
يخصص لك وقت محدد في اليوم تشاهد تخصصك من منظور آخر، بمعنى إنك تشوفه وتسمعه من أساتذة مختلفين، يا إما على الإنترنت يا إما إنك تحضر محاضرات علمية إذا كان متوفر عندكم في الأندية الطلابية، أو إذا كان موجودة في كليات أخرى تستطيع السفر لها إذا كان قريبة، أو تحضر مؤتمرات أو معارض لها علاقة بتخصصك. المهم هو إنه يجب أن يكون لك نشاط في تخصصك يضيف لك معلومات، يثقفك، يجعل منك أكثر تعمقا فيما لو كنت فقط تحضر الدراسة الأكاديمية. هذا الشيء لن تجده أو لن تجده متاح لكل الناس، لذلك أنت أعتقد أفضل شيء هو الإنترنت، اليوتيوب. اليوتيوب والإنترنت متاح لجميع الناس، لكن الأثر اللي راح تكتسبه لن يكون سريع، بمعنى أنه راح يكون أثر تراكمي. لا تستعجل تقول والله أنا لي أسبوع ما حسيت باختلاف، لا، أنا أتكلم عن الأثر التراكمي الذي يمتد لأشهر والذي راح تلاحظه بعد أيضا سنوات من التخرج. ستجد أنه فيه إضافات معلومات ظهرت عندك، إما أثناء ما تسمعها من أحد يتكلم أو وانت في الوظيفة، ستجد ان هذا الشيء ما شرح لك، لكن انت لابد انك قرأته او شفته او شاهدته او سمعته في مكان ما. هذه تسمى العملية اللي هي التراكمية، واحنا نسميها ايضا المكافأة المركبة. المكافأة اللي تيجي في وقتها، بس ما تيجي بنفس قيمتها اللي كانت زمان، لا، تيجيك مركبة، بمعنى انها صارت اكبر. يعني انت تخيل موضوع الفائدة المركبة اللي يحصلون عليها المستثمرين في سوق الأموال مثلا، هو يحط مبلغ شهري لمدة سنتين أو ثلاثة أو عشر سنوات بنسبة فائدة معينة بسيطة، قد تكون 2-3%، لكنه بنهاية العشر سنوات هو سيجد أن هذه الفائدة أصبحت فائدة مركبة، وبالتالي سيصل قيمتها إلى تقريبا تدبل لك المبلغ اللي عندك. فحصيلة المعرفة اللي راح تكون عندك ممكن إنها تتضاعف فقط لأنك خصصت 30 دقيقة يوميا، أو خلينا نقول ساعتين أو ثلاث ساعات أسبوعيا من وقتك للقراءة والمشاهدة في تخصصك. هذا الشيء للأسف مع كل التقنيات المتاحة الآن، إلا أننا ما نشوفها يعني عند طلابنا في هذا الجيل. أما في جيلنا إحنا الأقدمون، فحقيقة كانت المصادر جدا قليلة، ما عندنا إلا مكتبة الجامعة، أو أنك تبحث وتسوي اشتراكات في مجلات علمية مكلفة جدا. ما وجدنا هذه الأشياء إلا على نهاية تخرجنا، فتجدنا احنا يعني خلينا دائما لما نقول احنا يعني الجيل قبل اللي تخرجوا من 20 سنة من الجامعة وأقدم، ستجدنا الآن منخرطين جدا في التقنيات الجديدة لأنها ما كانت متاحة لنا، فنجدها فرصة ان نعوض فيها النقص اللي كان عندنا. فانت ما يحتاج انك تعوض اي شيء لأنك انت في البداية، ممكن انك تكسب من الآن، أنت لازلت في بداية المشوار مهما كان يعني لك فترة من الدراسة 3 أو 4 سنوات في الكلية، أنت لازلت في بداية المشوار، فابدأ هذه الخطوة. صباح الخير.